وزي ما وعدناكم في حلقتنا اللي فاتت إننا هناخدكم في حلقات جديدة نعرفكم فيها على دول البلقان، وإذا كانت مونتينيجرو هي جنة البلقان فرحلتنا النهاردة لجوهرة البلقان، دولة أوروبية صغيرة تعتبر امتداد للسحر وجمال دول البلقان. حلقة النهاردة من لف وشوف مع منفيس هنقول لك فيها تروح فين في ألبانيا. لف وشوف مع منفيس، لف وشوف مع منفيس كل خميس. ألبانيا هي دولة في جنوب شرق أوروبا، بتقع على حدود اليونان وقدامها مباشرة إيطاليا، وبتطل على البحر الأدرياتيكي والبحر الأيوني، وبسبب موقعها ده فهي مشهورة بجوها المعتدل وشواطئها الجميلة. و70% من ألبانيا طبيعة جبلية، بتقدر تتعامل هناك باليورو أو بالليك الألباني العملة المحلية. والمميز عموماً في تكلفة السياحة في ألبانيا إنها منخفضة مقارنة بالدول الأوروبية التانية. إنما هتنزل فين وهتزور إيه؟ فإحنا في حلقتنا النهاردة هنغطي مدن ألبانيا الجنوبية الساحلية منها والتاريخية، ورحلتك بتبدأ من تيرانا العاصمة وأكبر مدن ألبانيا. بتنزل على مطار تيرانا الدولي والمعروف كمان بمطار سانتا تريزا، وبتبدأ بعدها بجولة تتعرف فيها على المدينة. أول مكان بتبدأ منه جولتك هو ساحة اسكندربرج. الساحة دي تعتبر قلب العاصمة وبتحوطها معالم تاريخية كتير ومتاحف. من المعالم مثلاً الموجودة في الساحة النصب التذكاري للبطل الوطني اسكندربرج، وكمان برج الساعة، ده غير كم المطاعم والكافيهات المنتشرة في الساحة واللي ممكن تاخد بريك على واحد منها مع قهوة الميكاتو المشهورة هناك. بتخلص قهوتك وعلى مسافة ربع ساعة من الساحة بتركب التلفريك من محطة اسمها دايتي اكسبريس عشان تتقابل والأول مرة مع طبيعة ألبانيا الجميلة طول رحلتك بالتلفريك، وكمان عند وصولك لحديقة دايتي الوطنية مع فيو بانورامي 360 درجة لتيرانا. ومن تيرانا بتتجه ناحية الجنوب مع أول مدينة تاريخية في رحلتك، مدينة بيرات، أقدم مدينة في ألبانيا. بيرات هي المدينة العثمانية اللي ما زالت محتفظة بملامحها، وهي كمان مدينة بيطلق عليها مدينة الألف نافذة، وده الكم المباني التاريخية الموجودة فيها من مباني عثمانية ومباني ألبانية، وعشان كده تم إدراج المدينة القديمة بالكامل كموقع تراث عالمي تابع لليونسكو. في بيرات هتحتاج تحديداً إنك تطلع لمنطقة القلعة، ودي قلعة بيرجع تاريخها للقرن 13، ولكن الفيو من فوق مع الجسر والنهر اللي بيقسم المدينة هو السبب الرئيسي لاقتراحنا. بتنزل أكتر لجنوب ألبانيا وصولاً لمحطة من أهم المحطات في رحلتك، مدينة فلورا، أجمل مدينة ساحلية في ألبانيا، والساحل بتاعها بيطل على البحرين، البحر الأدرياتيكي والبحر الأيوني. وأفضل طريقة تتعرف بيها على فلورا هي جولة تمشية على طول كورنيشها، وعلى الناحية التانية من الكورنيش هتلاقي المطاعم والكافيهات بتصطف على طول الشارع. بس بما إنك في فلورا، خلينا نقولك على رحلة مركب هتكون من أمتع الأوقات واللحظات اللي هتفتكرها من رحلتك في ألبانيا، رحلة أكوا مارين أدفنشر. في الرحلة دي انت بتقضي يوم جميل جداً على مركب بيبحر بيك على ساحل كارابورون سازان، والمركب بيوديك مجموعة جزر تبع لفلورا، وعلى الجزر بتقدر تستمتع بالسباحة في مية زرقاء صافية جداً. وبعدها بياخدك المركب عشان تزور الكهف الخفي هاجي ألي، وطبعاً السباحة في الكهف تجربة مش هتحب تفوتها، وبترجع في نهاية اليوم تاني على فلورا. بتكمل بعدها رحلتك للجنوب للمدينة اللي فيها أجمل سواحل وشواطئ في ألبانيا، مدينة سراندا. سراندا لو شفتها على الخريطة هتلاقيها بتبعد عن جزيرة كورفو في اليونان مسافة 14 كيلومتر، يعني جمال اليونان وسواحلها وشواطئها هتلاقيه في سراندا. وبعض الناس بتسافر ألبانيا مخصوص بس عشان تروح سراندا، وعشان نثبت لك ده مثلاً أشهر شواطئ سراندا،
شاطئ كاساميل، لون ميته التركوازي الصافية غاية في الجمال والروعة. وعلى طول الساحل ده كمان شواطئ كتير مش أقل من شاطئ كاساميل، زي مثلاً شاطئ ماناستريت وشاطئ باسكرافي وغيرها كتير من الشواطئ الجميلة والساحرة، واللي لو خصصت يوم لكل شاطئ مش هتلحق تخلصهم. بس سرندا مش شواطئ ومية تركوازية وبس، لأن في جمال من نوع تاني بيبعد عنها مسافة الساعة ونص، البلو آي أو العين الزرقاء، وده نبع مية. المية فيه لونها أزرق صافي جميل، بتوصل درجة حرارته لعشرة سيليزيوس، فلو قلبك يستحمل السقعة فكر تنزل تعوم فيها. بما أنك لسه في سرندا، فهيكون بيفصل بينك وبين حديقة بوترينت الأثرية مسافة 14 كيلومتر. الحديقة دي هي موقع تراث لأطلال مدينة بوثرتم، ودي مدينة بيرجع تاريخها لليونان القديمة وللإمبراطورية الرومانية، وطبعاً تعتبر حالياً موقع تراث عالمي تابع لليونسكو. ومن الناشونال بارك بتوصل لتاني مدينة تاريخية بتقابلك في جنوب ألبانيا، مدينة جيروكاسر، ودي مدينة مصممة على الطراز العثماني ومصنفة من اليونسكو إنها موقع تراث عالمي. بيوصفوا مدينة جيروكاسر إنها مدينة الصخور، وده لأن شوارعها مبنية من الصخور، فعشان كده جولة تمشية هنا هتكون ضرورية عشان تستكشف الجمال ده على مهلك. في المدينة موجود أكبر قلعة في ألبانيا كلها، قلعة جيروكاسر، ودي قلعة مبنية فوق جبل جيروكاسر، وطبعاً الفيو من فوق القلعة حاجة غاية في الجمال والروعة. وما فيش أفضل من قرية همارة تختم بيها رحلتك لجنوب ألبانيا. بسبب موقعها الجميل على الريفيرا الألبانية وشواطئ همارة بلونها الفيروزي الساحر، كلها أسباب كافية تخليها الوجهة اللي تختم بيها رحلتك لجنوب ألبانيا. وبترجع من همارة لمدينة تيرانا العاصمة مرة تانية عشان تاخد طيارتك وترجع بالسلامة إن شاء الله. وبكده تكون وصلت لنهاية رحلتك لجنوب ألبانيا، وبنحب نفكرك إن دي مش الحلقة الوحيدة، لأن هيكون في حلقات تانية هنغطي فيها باقي مدن ألبانيا. حلقتنا بتنزل كل خميس، فما تنساش تعمل سبسكرايب وتفعل الجرس عشان يوصلك إشعار بمجرد ما الحلقة تنزل.